بوقتها كنت اطلع من الدويلعة على المزة بسيارة اجرة، وكان في حواجز كتير بالشام يوميتها. انا طالع من الدويلعة على المزة رايح على المول لصور، كان اللوكيشن مسلسل سن الغزال بمول بالمزة. كان في شي 9 حواجز، كل ما مر بحاجز يمسكوا الهوية، أعطيهم الهوية. بين الحلم والواقع، في شعرة تفصل عن الحقيقة، خفايا وأسرار ألمانيا. مرحبا، ويسعد لي أوقاتكم، ويسعد لي أوقات كل حدا عم يشوفني على هالقناة الجديدة. أنا اسمي محمد فرزات، فتحت هاي القناة الجديدة لأحكي فيها، لفش قلبي فيها. حأحكي عن طريقة وصولي على ألمانيا من سوريا لهون، حأحكي عن أهم التفاصيل بكل وضوح وشفافية، ما حخبي ولا تفصيلة ولا أي موقف حتى لو كان محرج حأحكي. أكيد هون بألمانيا في كتير أسرار وخفايا، يا بيكتشفها الشخص مع الأيام يا بتجي هي لوحدها. حأحكي عن الحياة هون بألمانيا، عن اللاجئين. طبعا أنا واحد منهم من اللاجئين. بصراحة في كتير أسرار وخفايا هون بألمانيا. البعض من أهلنا اللي بسوريا بيفكرونا إنه نحن هون عايشين بالنعيم وعم نقطف المصاري مع الشجر، وإنه كل شيء متاح لإلنا. فأول جزء حأحكي فيه ليش وكيف وشو السبب الرئيسي اللي طلعت منه من سوريا لهون. حأحكي عن الطريق كله من وقت ما اجيت من سوريا لألمانيا بأهم التفاصيل، وشو هي الأسباب اللي خلتني اطلع من سوريا لأجي لهون. أنا من خلال هالقصة اللي راح أحكيها كيف اجيت من سوريا بالتفصيل لهون على ألمانيا لحد هاي اللحظة اللي قاعد فيها أنا هون قدام الكاميرا وعم سجلكم، هأحكي فيها عن كل شيء بأدق التفاصيل وبكل. هلأ أنا ليش طلعت من سوريا؟ شو السبب الرئيسي اللي خلاني أطلع أنا من سوريا؟ بصراحة أنا ما حكتير أعمل مونتاج للفيديو أو ما حقطقص، هأحكي كأني قاعد قدام رفيقي وعم بحكي. قبل ما قلكن ليش أنا طلعت من سوريا، شو اللي خلاني أنا أحكي عن هالموضوع؟ أنا بصراحة كل ما حدا يشوفني أو حدا يسألني شلون كان الطريق معك من سوريا لهون، فوقت بيجي لأحكي كيف كانت القصة أو كيف كان الطريق من سوريا لهون على ألمانيا، الكل بيستغرب بيتفاجأ بحسه عم منزهل. أنا كانت طريقتي مختلفة نهائيا. هلأ شو السبب اللي خلاني أطلع من سوريا؟ أنا بصراحة آخر 5 سنين كنت مقيم بالشام. كنت مقيم نهائي بالشام. قبلها كنت بين الشام وحمص. أنا طبعا أصلي حمصي، فكنت آخر 5 سنين مقيم بالشام، كنت مستأجر وقاعد بشارع بغداد. بعدين انتقلت على الدويلعة لأنه كان عندي قرايبين بدويلعة، حبيت هالمنطقة كتير، فاشتريت قررت اشتري بيت فيها. بلشت بديكور البيت ما كملته، وبهذا الوقت كنت عم بشتغل بالتمثيل. كنت عم صور مسلسلات، كنت عم صور
مشاهد بمسلسلات، يعني أكيد ماني هالممثل البارع أو ماني حدا كتير يمكن معروف. كنت عم صور مسلسل اسمه سن الغزال، مسلسل عرض برمضان 2015 على ما أظن أو برمضان 2014. صورنا نحن ب 2014 ونعرض برمضان 2014. بهاي الفترة كانت سوريا بأوج الغضب، يعني بكمية المشاكل اللي فيها وكمية الأحداث اللي فيها يعني لا تحتمل. وبوقتها كنت اطلع من الدويلعة على المزة بسيارة اجرة، وكان في حواجز كتير بالشام يوميتها. انا طالع من الدويلعة على المزة رايح على المول لصور، كان اللوكيشن مسلسل سن الغزال بمول بالمزة، فكان في شي 9 حواجز. كل ما مر بحاجز يمسكوا الهوية، أعطيهم الهوية، مع أنه أنا كنت ماني متخلف من الجيش، ما علي جيش بهداك الوقت، كنت مأجل يعني أوراقي كلها نظامية وسجلي كله نظامي ولا علي حكم ووضعي بالتمام.